الفايل اللي اتفقنا اللي هي psychological impairment. اوكي، ف psychological impairment هون خلينا نظلل هاي نكبر شوية ونقول بأنه psychological impairment is related to the individual. So we can say that psychological impairment is individual context or related, meaning it is related to the individual psychology. Other types are related to the environment or indirectly related to the individual, like trust and incentives, communication, information. These are related to the individual and the organization. For example, trust is an interpersonal aspect between the trustor and the trustee. Psychological aspects like meaning is related to the person in terms of meaning of the task and the job, and to which extent the task at hand is meaningful and deserves the level of engagement and empowerment necessary to do the job. Then psychological impairment دائما related to the individual. واللي بيأكدنا على ذلك هي dimensions. Psychological Empowerment Dimensions اللي رقم واحد اللي Meaning، رقم اثنين Competence الكفاءة، رقم ثلاثة Choice الاختيار، رقم أربعة Impact. okay. ذولا سموهم العلماء من خلال دراسات طبعا بال Psychological Empowerment Dimensions. okay. في بعض العلماء أضافوا أو حطوا نقطة اللي هي Self Determination، سيلف ديترمينيشن اللي هي تقرير الذات، ك طبعا هي امبيدد ان تشويس، اللي هي سيلف ديترمينيشن امبيدد ان تشويس. سو وي كان فور اور كلاس كورس بيربز وي كان اونلي كونسيدر ذا فور دايمنشنز اوف سايكولوجيكال امباورمنت وذاوت ذس وان. اوكي، خلينا نمحي هاي عشان نتفق على انه هذول الاربعه هم الديميشنز تبعات psychological empowerment. لو أخذناهم هذول نقطة نقطة، بنلاحظ بأنه شرح أول نقطة empowerment at the individual level is psychological. This means that empowered people feel that their jobs and tasks have meaning and what they do is meaningful and in line with their values, beliefs, knowledge and perceptions. فلما نسألكوا سؤال انه اول شغلة انت ممكن تشعر فيها انه في عندك ممكن يكون في 25% نحو الامباورمنت، بيكون في عندك الوظيفة تبعتك فيها معنى في حياتك. اوكي، ماذا يعني معنى؟ يعني انها تتناسب مع رغبتك، تتناسب مع قدراتك، تتناسب مع أفكارك، تتناسب مع قيمك. يعني مثلا واحد ممكن يشتغل على سبيل المثال، يقول له تعال اشتغل مثلا في جزار، يقول لك ما بدي اشتغل جزار لأنه ما بعرفش، ما بحبهاش، ما عنديش رغبة فيها، أنا بحس الجزارين مجرمين مثلا. يعني هيك هو ممكن يكون عنده أفكار بأنه هاي الشغلة مش مناسبة له أو مش مريحة ولا تشكل معنى في حياته، لأنه ما عنده رغبة فيها ولا عنده قدرة فيها. إذن الميننج مهم جدا جدا. يعني أنا وأنا بشتغل وبدرس في الجامعة بشعر بميننج عالي جدا، بشعر بمعنى كبير جدا. ليش؟ لأنه بحب مهنة التدريس وبحب التخصص تبعي. بقول لكم بصراحة يعني أنا بحب الإدارة الأعمال وبحب الإدارة لأنه أنا كنت أفكر الإدارة تجارة، بس لما عرفت أنه الإدارة مش تجارة، مش بيع ومشترى، بس الإدارة فيها قيم كبير جدا، فيها بتعلم الناس القيادة، بتعلم الناس علم النفس، بتعلم علم الاجتماع، بتعلم كثير في السياسة، في كل شيء في الإدارة. أوكي، وسبب فشلنا طبعا في الإدارة فشل حكوماتنا، فشل مؤسساتنا. أوكي، فحبيت أنه يكون في عندي جانب في الإدارة. فالميننج مهم جدا، إنه لما تكون أنت عندك معنى للوظيفة التي تقوم فيها، تحس بمعانيها، بقيمها، تتناسب مع قيمك، تتناسب مع اتجاهاتك. المقابل إنه في بعض الناس no meaning،
يعني هو بروح الشغل بس مشان الراتب، بروح الشغل هيك بس بروح. وكثير مننا، كثير مننا ناس بيشتغلوا ما في أي ترابط بينه وبين الوظيفة، لا عاطفيا ولا معنويا ولا قيميا ولا حتى مهنيا. في الوظيفة بالنسبة له هي كسب رزق، كسب عيش، بده يأكل بده يعيش. وهذا مش غلط طبعا، يعني شوفير التاكسي مسكين اللي طول نهاره بيشتغل على التاكسي وظيفته، يعني شو المعنى؟ المعنى انه مين يركب؟ المحامي شو وظيفته؟ مرات وظيفته انه اتعاب، اوكي، ياخذ اتعاب من الكلاينت تبعه، كم كلاينت عنده، كم شركه بحامي عنها بدافع عنها، هاي وظيفته. المعنى مقتصر على الـ 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 يعني الجانب المادي، وهذا ما بعطي معنى. اللي بعطي معنى هو الجانب المعنوي في الوظيفه، اوكي. لذلك في كريم مثلا، المعنى اللي بحس فيه اللي بسوق على كريم اكثر، المعنى اللي بحس فيه اللي بسوق على لندن تاكسي درايفر اللي سمعتوا عنه سابقا يمكن مني بيختلف. يعني انت لما بتسوق تاكسي، اوكي، وبتحس بانه انت مبسوط كثير لانك انت بتوصل الناس وبتحل لهم مشاكلهم، وانت مبسوط معهم وانت بتوصلهم من مكان الى اخر، اوكي، صح، ولا بتحكي ولا كلمه لانه تبع التاكسي مش لازم يحكي مع الناس وهم راكبين معه، لكن انت حاس بانه انت you are doing something important for people. You are so happy when people reach their places, their destinations. So you feel good about this. If you can, it's not easy. بس يعني job crafting or job engagement تخليك إنه صير في الوظيفة إلها معنى. Okay. So the second aspect is competence. Professional people, for example, master their jobs and find so much meaning in what they do. Imagine a medical doctor, physician, طبيب. He or she finds so much meaning in treating their patients after so many years of learning and gaining knowledge and experience in medicine. They feel empowered because of their competencies and skills. هاي النقطة الثانية اللي هي بتعلق في الكومبيتنسي. Choice. They also have all the freedom to select and choose the right course of action, the right treatment, and the right prescription for their patient. They also feel the impact of their jobs. For example, دكتور إذا سمحت بقدر أغادر؟ تفضل. For example, the medical doctor will feel great after the success of his surgery and after his or her patients are recovered to good health. في بعض الشركات أو بعض المستشفيات بيقول لك إحنا رسالتنا restore patients' health. شو بدنا نعمل؟ شو ما نعمل؟ شو ما نسوي؟ كل الأوبريشن، كل البروسيس عندنا، كل الشغل، كل تفكيرنا، كل شغلنا الشاغل هو يدور حول نقطة لا غنى عنها، restoring patients health، إنه المريض عندنا يروح مشفي شافى، المشافي هو الله سبحانه وتعالى، إنه المريض ربنا يشافيه من خلال على أيدينا، هذا هو هدفنا. فبتلاقي كل الناس اللي بيشتغلوا عندهم بينظروا إلى هذه النظرة. إذن الامباورمنت هنا في psychological empowerment تحوي أربعة مقومات أو أربعة dimensions. أربعة dimensions، لا تنسوا كلمة dimension، اللي هو meaning، وبتشترك مع competence، وكلهم بيشتركن مع بعضهم مع choice، وبيشتركن مع impact. Impact يعني لذلك الدكاترة مثلا والأساتذة المدارس يجب أنه مثلا أستاذ المدرسة في الدول الغربية بتعلم قيمة الامباكت. شو قيمة الامباكت؟ يعني انه يشعر بالعظمة ويشعر بالكيفية
ويشعر انه مبسوط جدا لما بيشوف طلابه بيستفيدوا وبتغيروا وبيكبروا وبينموا وبتعلموا. يعني وابنه والطلاب بتعلموا هو بيشعر بالإمباكت، ولما بتخرجوا بيشعر أوه، ولما بيحصل على وظائف مهمة بقول أوف والله هذا درسته صار وزير، درسته وصار سفير، درسته وصار تاجر كبير، درسته وصار مدير، درسته وصار بيشتغل في شركة معينة. وأنا واحد منهم اللي والله لما بشوف طلابي بيشتغلوا تخرجوا وبيشتغلوا بشركات، وأنتوا إن شاء الله تشتغلوا، وبكرة بشوفكم إلا أشوف حدا منكم بيشتغلوا إشي وتشوفوني. يعني أنا بسافر بالطيارة بلاقي من طلابي، بروح على بنك بلاقي من طلابي، بروح على شركة معينة، بروح على جامعة بلاقي من طلابي صاروا دكاترة. فمن كيف هذول صاروا دكاترة؟ لو ما أخذش الكورس الفلاني عندي والكورس الفلاني ونجح فيه بصير دكتور؟ ما بصيرش. إذن فيه لأنا نوع من الإمباكت اللي مباشر، وقد يكون أحيانا غير مباشر، المرات ممكن يكون مباشر. هلا الطبيب هذا اللي عالج أبوك يا أحمد الإمباكت تبعه، لو كان الإمباكت تبعه كويس طبعا هو بيشعر بالإمباكت، بس هو ما بيشعر بالإمباكت لأنه ما بيدور على الإمباكت، ما بيدورش على الإمباكت. ولو بدور على الامباكت على الاوتكمز تبع السيرجري تبعته لا كانت حياته فيها سعاده كبيره اكثر من ذلك. بيشعر يعني كثير مثلا من المرضى لما بروحوا بيعملوا عمليات جراحيه في القلب وشيء يبقى طول حياته ممتن للطبيب، والطبيب يشعر بذلك، يشعر بانه هذا المريض انا الحمد لله انني ساهمت في شفاء المريض. وفي بعض المستشفيات تجد بأنه بيعملها عملية إحصائية كم سيرجري الطبيب الفلاني عمل ناجحة. تخيل الإمباكت كيف بنتعاون، الشركة نفسها والمؤسس نفسها بتعمل الإمباورمنت، كمان بتعزز الإمباورمنت من خلال إحساس الموظفين وإعطائهم أرقام إنديكيترز كي بيرفورمنس إنديكيترز ميجرز ميجرمنتس، بيستخدموا الميجرمنت في أنه ويحطوها في الداشبورد على اللوحات الإلكترونية أنه الطبيب فلاني عمل كذا عملية وكان منها هاي العمليات 50% ناجح مثل. أو طبعا يعني بيحطوا أرقام مش راح يحطوا طبعا الأرقام السلبية، بيحطوا الإيجابية. بس أنت لما بيكون رقمك موجود أمام الشاشة بأنه والله هذا الطبيب عمل السنة هاي عمل مثلا 50 عملية قلب وكلهم تكللوا في النجاح ما شاء الله، يعني إذا أنت والمؤسسة ممكن يتعاونوا على بلورة هذول النقاط الأربعة اللي هما المينينج، الكومبتنس، التشويس، الطبيب بيختار الطريقة المناسبة، المنهجية المناسبة. أنا مثلا في تدريسي لطلاب بيختار المنهجية المناسبة، هاي يعني اخترت المنهجية الفصل هذا التي تختلف عن كل فصول سابقة، بأن اخترت يعني بحاول أن أقوم بتأليف كتاب ومن هذا الكتاب أنا بدرسكم اللي بحاول ألفه، لأنه يحذو على أمور تنسجم مع المينينج تبعي، تنسجم مع الأشياء اللي بتوقع أنه الطالب لازم يحصل عليها في المانجينج تشينج. أوكي، فنتكلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن empowerment in manufacturing versus service organization، نشوف شو الفرق بيناتهم، لأنه المانيفاكتشرينج بيختلف عن السيرفيس أورجانيزيشن. فبدنا نشوف وأنتم كمان شوفوا هلا اقرأوا النقاط البقية، شوفوا مين بيحتاج لي امباورمنت أكثر. طبعا الكل بيحتاج لامباورمنت أكثر بنسب متفاوتة، في بعض النسب بتكون زيرو امباورمنت، بس احنا نتكلم عن المؤسسات المتطوره في الوقت الحاضر. لكن مين اكثر المانيفاكتشرنج ولا السيرفيس بيحتاج لامباورمنت؟ اوكي، فهذا السؤال ممكن تجاوبوا عليه بانه تشوفوا تقراوا مزيد من المعلومات هنا، شوفوا which requires more empowerment or needs more empowerment manufacturing or service organizations. احنا عندنا في الاردن
وكأي دولة من الدول الأخرى نسبة السيرفيسز تتجاوز 70 إلى 75% من الاقتصاد الأردني. يعني لو جيت على الاقتصاد الأردني وقسمته ل أو المؤسسات المختلفة في الأردن قسمتها سيرفيسز مانيفاكتشرينج، تجد بأنه السيرفيس أكثر دائما تساوي تقريبا 75% of the economy. وبهذا القدر كفاية، والله يعطيكم العافية، نراكم في المحاضرة القادمة. الله يعافيك. You have any questions? الله يعطيك العافية. There is time for questions. الله يعطيك العافية. عبد الرحمن تفضل. يعطيك العافية دكتور. والله فيك عبد الرحمن علينا. دكتور على الأسبوع اللي طاف كلمتك بخصوص امتحان المد. إيه. نعم. كلمتك عن طريق الإيميل وما رديت لي خبر، وصل لك الإيميل؟ والله بنسى، بيجيني إيميلات كثير، ذكرني بس خليني أتذكر. كان عندي خلل وبعدين طلعني برا الامتحان، بعدين رد ثانية. يعني يمكن امتحان ما كملته كله، كملت يمكن 18 سؤال بس. كم على درجة؟ كم على درجتك؟ 13. كم؟ 13 من 30. من 30 عدل. طيب خلينا نشوف الاي تي، عندنا الاي تي هم بيعرفوا الامور، ما برد لك خبر. انا كملت الامتحان، يعني طلعني بنص الامتحان اول شيء، بعدين ردني، عرفت؟ كان